تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة، كما عبر الرئيس عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.